نتحدث بصراحة في موضوع الهلال. سلام. بصراحة. يا سلام. لا يجرؤون في الهلال. شلون لا يجرؤون؟ لا يجرؤون. ما في رئيس يجرؤ على العبث في الهلال. عبث إداري طبعاً، مو عبث أي آخر شيء آخر. شوف أنت لو تشوف الأندية الأقران، يعني الثلاثة الأندية، من السهل يجي رئيس يعبث في المنظومة ويمشي، سهل جداً. في الهلال ما في الكلام ده. أنا أوعزه لسبب واحد، أختلف يعني مع أبو صالح على المستوى الفني. الهلال ترى فيه فرق قاب واضح كبير عن الأندية فنياً وعناصرياً وأسماء عطاء. خلينا نقول أفضل، أفضل من كلمة أسماء، كعطاء، عطاء لاعب الهلال أفضل من الأندية اللاعبين الأخرى، الأندية الأخرى. ليه في الهلال ما يجرؤون؟ لو سلمنا بتفوق الهلال في الرئيس، طب الرؤساء في الهلال يتغيرون دائماً، لكن المنظومة ثابتة. أنا أوزعزو لمن يعملون في الخفاء من رجالات الهلال، هم الأساس. من هم هذول في الخفاء؟ أي خفاء؟ أنا 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 أعضاء شرف، أعضاء شرف، لا في خلف الكواليس. أعضاء محبين، داعمين، عاشقين، مؤثرين، ما يحبون الأضواء. ما عندنا أحد في العائلة، ما حد، أنا وأبوك وجدك وأبو جدك كلنا هلالية. يعني يؤثرون على أنفسهم الأضواء لغيرهم. ناخذه، ندعمه، نقويه ويوصل العالمية. يعني في الهلال الرئيس يفكر ألف مرة قبل ما يغلط. هذا رأس الهرم، هو رأس الهرم يفكر. لكن في أندية ثانية لا، ما شاء الله تبارك الله، يحوس الدنيا كلها، ولا حسيب ولا يخاف من مرجعية. في الهلال في مرجعية.